بسم الله الرحمن الرحيم، نروح كتر واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوستين. للأسف الحلقة دي تتكلم عن خبر استشهاد فتاة قبطية في ألمانيا اسمها كريستين، تم العثور عليها وجثتها داخل محل تجاري جوار مجمع المحاكم بألمانيا. وطبعا مجمع محاكم ومنيا ازاي يعني؟ وهي شابة المحل ده حديث الافتتاح والمكان مفتوح مش في وقته، ودخول المكان تبين ان الفتاة اللي كانت تعمل بيه القاعة على وجهها ولفظت أنفاسها الأخيرة، يعني القتل جوه محلها، حد جالها لغاية محلها وقصدها هي. وبعد ما حللني بقى عشان الإسعاف كانت تيجي، لما الناس شافت وبلغت فالله ينعي نفسها، كريستين قبطية المنيا والمحاك. ازاي منطقة زي كده متكونش متأمنة؟ مش غريبة دي؟ والمحل هل اتهددت بحاجة؟ هل اتهددت بالخطف وبتغيير دينها؟ قاعدين نعرف نشوف حرب على الإرهاب، فين حرب على الإرهاب؟ لما واحدة شغالة جوا محلها، محل تجاري سواء اللي تبعها أو اللي بتشتغل فيه سواء ملكية أو هي شغالة عند حد، وجوا محلها تتقتل يعني، يعني مش في طريق ولا مكان نائي ولا أي حاجة من دي. مش حاجة غريبة بالذمة؟ والحرب على الإرهاب دي تاخد كام سنة؟ منتظرين نشوف الحرب على الإرهاب. سلالة مصر كلها ما تكونش ماتت عبال ما الحرب على الإرهاب تكون خلصت. ربنا يستر. صلواتكم وقابلكم في فيديو جديد.